طاقة والله. طاقة اللي بطاقة اللي بطاقة. في طاقة ما. وزارة النفط جت اليوم من الصبح أربع سيارات، واحدة بالساعة، واحدة على باب جديد، ست سيارات جابوا. وين جت؟ على منطقة الساعة، منطقة الساعة جت، والسعاني واقف عاد استلم من عندهم وب 15,000. لا من وكيل ولا لا لا ما مو وكيل جاء، وحتى المدير ابو النفطيه واقف، كلهم واقفين ويوزعون بيدهم. ها شلون شوف هاي الخطوه؟ والله زينه تيد العدو، والله زينه على كل مره هيك. بارك الله بيهم، دزونا ست سيارات وشافوا الجو اليوم الباحه كلش بارد. ونشكر مدير النفط ونشكر سيد المحافظ ونشكر الكادر، كل من سعى بيه. يعني ما استلمتوها لا مو وكيل ولا لا 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 من سيد المحافظ مباشر جابوا لنا هنا، والجماعه هنا. بالنسبه للسعر 15,000 ما اخذوا كل شيء من عندنا، سعر ما شو شوف هاي الخطوه كل الزينه. نتيجة المتابعة من قبل السيد محافظ نينوى وشركة توزيع المنشآت النفطية وتوجيهات الشركة والوزارة بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين في محافظة نينوى، اليوم احنا خرجت سياراتنا الحكومية نتيجة انخفاض درجات الحرارة في مدينة المواصل وتساقط الثلوج. اليوم جميع كادرنا موجود في المدينة القديمة لغرض تجهيز النفط الأبيض للعوائل بواقع 100 لتر ضمن بطاقة رقم 5 وبمبلغ 15,000. ايش معنى اختاريت المدينه القديمه يا استاذ؟ انت كما تعرف ان المدينه القديمه يعني مدينه مكتظه بالسكان، اضافه الى مساحاتها الصغيره، وهناك وضعها خاص. احنا عاديا ارتئينا بتوجيه السيد المحافظ انه نطلع ونغطي المدينه القديمه بجميع سيارات الفرع اليوم وكادرها بالنفط الابيض. سوف هاي الحملة إن شاء الله. نعم الحملة لا تشمل فقط المدينة القديمة، سوف تشمل جميع محافظة نينوى بسياراتنا الحكومية، وهناك منتوج إن شاء الله في مستودعاتنا، وهذا حرص الوزارة وحرص الشركة والمحافظة على توفير الخدمات لمحافظة نينوى. فلح بالنسبة لمادة البنزين المحطات نعم. في الوضع حاليا؟ والله الحمد لله كان حدثت مشاكل قبل فترة، بس الحمد لله اليوم بفضل توجيهات الوزارة ودعم وإسناد جميع دوائر الدولة في محافظة نينوى، اليوم احنا تغلبنا على هاي الأزمة إن شاء الله.